السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانة؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي عالم ليلى بميونيخ. اليوم بغيت كما كتشوفوا العنوان بغيت نوجد راس ديال الغنمي في الكوكوط، وما عنديش دابا في الدار، قلت غادي نمشي نتقداه نجيبو وهذيك الساعه نوجدو معاكم ان شاء الله. انتم دابا غاديين معايا، غنديكم معايا المجزره الاسلاميه ولا مجزره ديال الاتراك اللي كنتقداو من عندهم. غادي نشوفو، غادي نتقداو مجموعين الراس وانتم معايا. هي هذه الاتراك اللي كنتقداو من عندهم. عندهم تبارك الله كل شيء مهم زوين. عندهم الكف كما كتشوفوا، الكفته معطره، كفته عاديه، دايرين هذا الشيء بحال كان اللحم مقطع، كلشي مستفينو مصوبينو، الصوصيص كاينه، التقليه كاينه، الكبده كاين، الكرعين ديال البقري ولا ديال العظمي. هنايا هذا هو الراس اللي جيت على قبلو بلا جلده كما غتشوفوا. كما كتشوفوا بلا جلده، كيسلخوه هنايا، ما كيشغو ما عندهمش، ما كيشغطوش، كيحيدوا لي الجلده الفوقانيه. انا عارفه الجلد الفوقاني هي كتكون ديالو، هي كتكون بنينه، ولكن ما عندنا ما نديرو. الموجود هو هذا، غادي نقبلو به. كما كتشوفوا هنا كيحيدوا ليه الطرف القدامي وتيقسموه على جوج، كيخليوه بالمخ ديالو. غادي نوريكم، غنحيد ليه دابا المخ وغادي نغسلو مزيان وغادي نوجدو معاكم. الثمن ديال هذا كنظن الراس 2 يورو و50، ما متاكداش بالضبط شحال، ولكن على ما اظن 2 يورو و50، هي 25 درهم مغربيه. المهم هنايا حيد لي بسهوله، كنحيد ليه كنحيد المخ بسهوله دغيا، غير كنضربو شويه بالمعلقه من يعني شويه بالمعلقه من التحت وكيتهز ليا دغيا. هذا المخ هذا ان شاء الله غادي ندير به واحد الوصفه، حتى هي ديال المخ المقيله كتعجب الزوج ديالي، وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. غادي نبدا دابا نغسل فيه وغادي هانتوما معايا، غادي نبدا بالطريقه ان شاء الله. 2 للطريقه. دابا غادي ناخذوا البصله، عندنا البصله بحال هكا، جوج بصلات، خديت جوج بصلات، عندي الزعتر، الملحه، قبطة ديال المعدنوس مربطة بحال هكا. كنعتذر على الإضاءة البنات اللي ما يعني مرديتش ليها البال، كانت بزاف تما بانوش المقادير. عندي ورقة سيدنا موسى، وعندنا هنايا بزار، سكينجبير، خرقوم البلدي، السودانية، الكمون، والتحميره بحال هكا باش تعطينا اللون الراس بحال هكا باش يجي اللون ديالو زوين. عندي هنايا الثومه، دريسه ديال الثومه، عندي شويه ديال الحامض غادي نعصرو فيه باش يحيد ليا المهم ديك السفوليه ديال الراس. غادي ناخد الزيت البلديه والزيت الروميه العاديه، والعطريه دائما كتبقى على حسب الكميه ديال شحال غديري من الراس بحال هكا. كاين اللي ما غاديش يكفي هذاك، غادي يدير بزاف، المهم على حسب، غادي يشوف العطريه على حسب الكميه اللي عنده. هنا خديت زيت البلديه وزيت الروميه بحال هكا، درتهم في كوكوط، وغادي نزيد عليهم الراس. نبدا ندير في العطريه بشويه بشويه، كما كتشوفوا ورقه سيدنا موسى. الملح، البزار بحال هكا، صراحة الراس ديال المهم اللي كناكلو في المغرب راه اش نقول لكم، لا انا عزيز عليا الراس، ولكن الا كان ديال المغرب كيكون احسن، المغرب ولا شي دول اخرى اللي المهم اللي كيكون مشوط الراس، كيكون مشوط واكثريه الراس ديال العيد، الراس ديال الغنمي ديال العيد كيكون بنين بزاف. ايوا هذا مكان ما عندنا ما نديرو، المهم هنا هذا سنعديو به الحمد لله من اللي كاين.
غادي ناخد العطريه كما كتشوفوا البنات كل هنايا هزتها الزعتر بحال هكا كيجي بنين بهذه الطريقه والله العظيم صدقوني تيجي زوين بزاف. غادي ناخد قبطه ديال المعدنوس بحال هكا والتحميره. التحميره البنات ضروري كتعطيه واحد اللون زوين، كتعطيه واحد اللون يعني ميل للحموره كيجي زوين. هنا عندي طروس ديال الثومه درتهم بحال هكا بلات نقيه بلا حتى شي حاجه. غادي نعصر شويه ديال الحامض كتشوفوا، وغادي ناخذ ديك البصله غادي نديرها عشوائيا بحال هكا لانني ما عنديش الحاجه لا بالبصله ولا بالثومه ولا بالمعدنوس، غير باش ينسمو لي الراس وصافي. في الاخير ملي نهزو راه غنهز الراس بوحدو. دابا غادي نزيد شويه ديال الماء بحال هكا وغادي نخليه يتقلى شويه، نديرو على البوطه يتقلى ليه مزيان ماشي شويه، المهم نخليه يتقلى. وغادي نزيد عليه الماء طيب اللي مغليه من قبل، غادي نزيدو عليه ونسد عليه واحد تقريبا غادي نسد عليه نص ساعه. غنقوس البوطه ما نديروهاش مجهده، غنقوس عليه البوطه ونخليه واحد نص ساعه تقريبا بحال هكاك. وغنحل عليه المره الاولى باش نشوف واش طاب، غادي نشد فرشيطه ولا موس ولا هذا غادي نشوف اللحم واش طاب. الا كان طاب راه مهم غادي نقدمه، كان باقي خاصو شويه راه كنسد عليه نزيد نسد عليه. المهم هو هذا البنات قسمت معكم الغديوه ديال اليوم. راه كل واحد كل مره اش كنديرو، مره ديري التقليه، مره ديري الحريره، مره ديري اللوبيا، وكل مره اللي درناها ان شاء الله نتقاسموها معكم. بغيت يعني تاخذوا كفكره يعني حتى للراس هنايا، الراس ديال اللي كيتباع هنايا في اوروبا وبالضبط في المانيا كيفاش داير عندنا، وتشوفوا يعني كاين اللي دابا كيتخيل بانه راه عندنا الراس بالجلد ديالو مشوط، ولكن هذا هو الراس اللي كناكلو هنايا. كنصاوبو كنحاولو نصاوبو بالطريقه كما قلت لكم، ديروا ليه كما كنديروا في المغرب شويه ديال العطريه بحال هكا باش يجي بنين ونديروا عليه شويه. ايوا هذا مكان البنات هنايا، راه نتوما شفتوا كيفاش كيجي، جا كيجي بنين، المريقه ديالو كتجي خاطره بحال هكا. ايوا دابا غادي ندوز نقدمو ان شاء الله. هذا هو التقديم ديالو، درت شويه ديال المعدنوس وحطيته فوق منه، ودرت واحد الطريسيل فيه شويه ديال الكمون شويه ديال المليحه، درت ليه انا رافقته بشويه ديال المهم درت شويه ديال الخبيزه، كان هذا الوقيته ديال الخبيزه، صوب شويه ديال الخبيزه ابار باش نحطو معاه وشويه ديال الخبز. هذا ما كان البنات، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نتمنىكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتحفزني نوض ندير الفيديوهات، واللايكات البنات ما تنساوناش من اللايك. شكرا لكم بزاف، كنتمنى تجربوا هذه الطريقه ديال الراس ديال الغنمي في الكوكوط، كتجي زوينه وكتجي بنينه بزاف. المهم خليت لكم الراحه، تهلاو في راسكم ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.